التي سنعرضها، لكن مع اخفاء بعض المعالم. هذه اذا الفرصه لنادي الخور، وصدها الحارس الى ركنيه والاعاده على البطيء كما نشاهد هنا. اذا ضربه ركنيه لنادي الخور، حارس الغرافه قاسم برهان. هنا اللقطه نلاحظها، الحكم ابو ساكا في على ايمن الشاشه، وكما نشاهد هناك يعني المشاهدين لكم الحكم من خلال هذه الصوره، وايضا لرئيس لجنه الحكام ناجي الجويني. احنا بطبيعه غطينا على جزء من الصوره يعني كما نشاهدين، على ان يكون الامر مكشوف يعني امام رئيس لجنه الحكم. وسنعيد اللقطه اذا كما نشاهد. اكرر، نحن تعمدنا تغطيه الجزء من هذه اللقطه تحشيا بطبيعه الحال لاحراج يعني. نعم يعني تحشيا لاي عرض للقطه غير اخلاقيا يعني ربما. اذا تركنا الحكم لرئيس لجنه الحكام والاتحاد القطري لكره القدم.